السلام عليكم أعزائي التلاميذ، نواصل الدرس بالفقرة الأخيرة وهي الفقرة الرابعة، دراسة الدالة العددية f ل x تساوي ax زائد b على cx زائد d، حيث c تخالف الصفر و ab يخالف الزوج صفر صفر. هذا الشرط هذا ديال ab يخالف الزوج صفر صفر حتى لا تصبح لدينا دالة منعدمة، ثم الشرط الآخر لسي تخالف الصفر حتى لا تكون لدينا دالة اعتيادية، دالة تألفية التي سبقت الإشارة إليها. إذن نبدأ أولا بنشاط. لتكون F دالة العددية المعرفة ب F لX تساوي 2X ناقص 1 على X زائد 1. السؤال الأول، حدد D F. ثانيا، تحقق أن f لx تساوي 2 ناقص 3 على x زائد 1 لكل x من d f. ثالثا، أدرس رتابة f على كل من المجالين ناقص 1 زائد ما لا نهاية مفتوح والمجال المفتوح ناقص ما لا نهاية ناقص 1، ثم ضع جدول تغيرات f على d f. السؤال الرابع، بين أن المعادلة f لx تساوي 2 لا تقبل حلا في R، ثم أعطي تأويلا هندسيا لهذه النتيجة. خامسا، حدد تقاطع CF ومحوري المعلم. سادسا، أنشئ CF في معلم متعامد ممنظم. إذن السؤال الأول، الحل. دد اف هو اكس ينتمي الى ار حيث اكس زائد 1 يخالف صفر، اي ان دد اف هنا اكس زائد 1 تخالف صفر، يعني ان اكس يخالف ناقص 1، وبالتالي دد اف ار ناقص الأحادية ناقص 1. السؤال الثاني، لنتحقق أن ليكون x من d دو f لدينا f دو x تساوي جوج x ناقص 1 على x زائد 1 تساوي جوج x زائد 1. هنا زاد واحد يعني جوج في واحد هي جوج، كأنني ضفت جوج، إذن باش تخرج ليا ناقص واحد غندير ناقص ثلاثة على إكس زائد واحد تساوي جوج إكس زائد واحد على إكس زائد واحد ناقص ثلاثة على إكس زائد واحد. هنا استعملنا بأن إذا كانت عندنا أ على ب زائد ب على س ما هي الا ا على س زائد ب على س. اذا هنا نختزل اكس زائد 1 لان اكس زائد 1 يخالف الصفر مادام اكس ينتمي الى د دو اف، وبالتالي نحصل على جوج ناقص 3 على اكس زائد 1، اي اف دو اكس تساوي 2 ناقص 3 على x زائد 1 بالنسبة لكل x من d دو f، وهذا هو المطلوب منا. ثالثا، دراسة الرتابة. إذن لندرس الرتابة أولا على المجال ناقص 1 زائد ما لا نهاية. إذن ليكون x و y من المجال ناقص 1 زائد ما لا نهاية، حيث x يخالف y. إذن لدينا tf هو f لx ناقص f لy على x ناقص y يساوي
اف لي اكس نستعملوا التعبير لان غادي يفيدنا اكثر تساوي 2 ناقص 3 على اكس زائد 1 ناقص 2 زائد 3 على y زائد 1 الكل على x ناقص y. العددين 2 وناقص 2 عددان متقابلان، إذا بقت لنا تساوي المقام الموحد هو x زائد 1 عاملي ل y زائد 1 ناقص 3 عاملي ل y زائد 1 زائد 3 عاملي ل x زائد 1 الكل على x ناقص y. إذا هنا غادي نعملو بثلاثة عشان تبقى لنا تساوي 3 عاملي ل x ناقص y على x زائد 1 جداء y زائد 1 الكل على x ناقص y. بما ان x نختزلو هنا تساوي 3 عاملي ل x ناقص y على x زائد 1 جداء y زائد 1 في 1 على x ناقص y. نختزلو بهذا العدد غير منعدم لان x تخالف y، يصبح لدينا 3 على x زائد 1 في y زائد 1. بما ان x تنتمي الى المجال، لدينا x تنتمي للمجال ناقص 1 زائد ما لا نهايه، و y ايضا تنتمي لنفس المجال ما لا نهايه، اذا x اكبر من قطعا من ناقص 1 و y أكبر قطعا من ناقص 1، أي x زائد 1 موجب قطعا و y زائد 1 موجب قطعا، ومنه t، إذن t f أكبر قطعا من صفر، ومنه f تزايدية قطعا على المجال المفتوح ناقص 1 زائد ما لا نهاية. بالمثل نجد أن في المجال أيضا بالمثل نجد أن تأف نجد أن TF يساوي 3 على X زائد 1 في Y زائد 1 لكل X و Y من المجال ناقص ما لا نهاية ناقص 1 حيث x يخالف y. وبالتالي بما ان في هذه الحاله ايضا x اصغر من ناقص 1، يعني x اصغر قطعا من ناقص 1، يعني ان x زائد 1 اصغر قطعا من الصفر، ونفس الشيء بالنسبه ل y زائد 1 هو الاخر اصغر قطعا من الصفر،
إذن هذا الجذع غادي يكون موجب قطعا، وبالتالي أي تاف موجب قطعا، ومنه اف تزايدية قطعا على المجال ناقص ما لا نهاية ناقص واحد. فيما يخص العدد رقم ثلاثة، العدد ثلاثة فهو عدد المهم. إلا لاحظتوا معنا أنا في هذا المثال، فإلا لاحظتوا معنا f دو x تكتب على شكل جوج x ناقص واحد على x على x زائد واحد. لاحظوا معي المعاملات ديال x نكتبهم بحال هذا الشكل جوج واحد، والثابتتين ولكن عندنا ناقص واحد واحد. إلا حسبنا المحددة ديال هذا العدد غتلقاو بان هي عفوا هذه المحدده غتلقاو بان هي جوج في واحد ناقص ناقص واحد هي زائد واحد تساوي ثلاثة. اذا هذا العدد هو بمثابه الاشاره ديالته هي بمثابه اشاره هذه المحدده. غادي نشوفوا في الخاصيه لاحقا بان هذه الخاصيه هي اللي تحدد لنا الرتبه بصفه عامه. المطلوب منا في رابعا ان نبين ان المعادله f لي x تساوي جوج لا تقبل حلا في r. هاد الجوج هادي حتى هي غادي نقدروا لاحظوا معايا انا جيدا، هاد الجوج هي خارج هاد المعاملين، خارج هاد المعاملين. نشوفوا هاد الشيء في الصيغه العامه اشنو هو ماذا تمثل. اذا رابعا لنبين ان المعادله f لي x تساوي جوج لا تقبل حلا، ثم نعطي تأويل هندسي لهذه النتيجة. رابعا ليكون x من d دو f f دو x تساوي جوج، يعني من خلال هذه الكتابة هذه المختصرة ولا الصيغة التي كتبنا بها f ل x، يعني أن جوج ناقص ثلاثة على x زائد واحد تساوي جوج، أي ثلاثة على x زائد واحد تساوي صفر، وهذا مستحيل عندنا، وهذا مستحيل عندنا البسط يخالف الصفر، وعندنا المقام أيضا معرف، وهذا مستحيل. اذا f لx المعادله f لx تساوي 2 ليس لها حل طبيعه الحال في r، او بالاحرى ليس لها حل في d دو f، لان x ضروري يكون ينتمي ل d دو f. نكتبها في d دو f. تأويلها الهندسي f لx تساوي جوج، يعني ليست هناك نقطة تنتمي إلى السائف بحيث أرتبها هو 2. بعبارة أخرى المستقيم ذو المعادلة y يساوي 2 لا يقطع السائف. إذن المعادلة f لx تساوي جوج ليس لها حل في d دو f، هذا يعني هندسيا أن المستقيم ذو المعادلة y يساوي جوج لا يقطع السائف. خامسا لنحدد تقاطع السائف مع محور الافاصيل، يعني ايجاد النقاط التي افاصيلها حل المعادله f لx تساوي صفر، اي النقطه واحده على جوج صفر. لتحديد سائف تقاطع y او y يعني افصول الاراتيب نحسب f لصفر، فنجد ان f لصفر تساوي ناقص واحد. اذا النقطه b ذات الاحداثيات صفر ناقص واحد هي تقاطع سائف ومحور الاراتيب. اذا خامسا انشاء السائف، عندنا f دو x الصيغه ديالتها جوج x ناقص واحد على x زائد واحد. الى تذكرتوا قبيله تكلمنا على العدد دلتا اللي هو المحدده ديال جوج واحد ناقص واحد واحد، حسبناها هي قلنا ثلاثه اكبر من صفر،
وسبق لنا قلنا بأن F تزايدية على المجال ناقص واحد زائد ما لا نهاية، ونفس الشيء على المجال ناقص ما لا نهاية ناقص واحد مفتوح. إذن هنا صورة ديال صفر بهذه الدالة، صورة ديال صفر بهذه الدالة هي ناقص واحد، والصورة ديال واحد على جوج هي صفر، الصورة ديال واحد هي واحد على جوج، إذن صفر غادي مرنا هذه النقطة، الصورة ديال جوج لقيناها هي واحد. لاحظوا معي أن CF قلنا تزايدية، وكلما كبر X CF يقترب نحو هذا المستقيم ذو المعادلة Y يساوي جوج. نقول بأن المستقيم ذو المعادلة Y يساوي جوج مقارب أفقي لـ CF. نفس هذه الملاحظة كانت هنا فيما يخص كلما X أخذ قيم قريبة من ناقص واحد على يسار ناقص واحد، تتلاحظوا بأن CF يقترب هنا، ونفس الشيء أدوة التمثيل ديالها يقترب لنا، يعني أن هذا المستقيم ذو المعادلة Y يساوي ناقص واحد تنسميه مقارب عمودي. تلاحظوا بأن هذه النقطة كاين مماثلتها ليه هذه تنتمي أيضا للCF، هذه النقطة مماثلتها تنتمي أيضا للCF، هذه النقطة مماثلتها تنتمي للسعر. نقول بأن النقطة أوميغا ناقص واحد جوج هي مركز تماثل للسعر، مركز وهي نقطة تقاطع المقاربين. إذن تعميما للنشاط تعريف وخاصية، لتكون F دالة عددية معرفة ب F ل X تساوي AX زائد B على CX زائد D، حيث C يخالف الصفر و A B يخالف الزوج صفر صفر. الدالة F تسمى دالة متخاطة. منحنى F في معلم متعامد ومنظم OEG يسمى هدلولا. عناصره المميزة المركز أوميغا ذو الإحداثيات ناقص D على C و A على C، والمقاربان هما المستقيم الأفقي ذو المعادلة ناقص D على C والمستقيم العمودي ذو المعادلة A على C. نضع دلتا يساوي A، هذه المحددة هذه كما تلاحظوا A معامل ديال X في البسط ثم الثابتة، ومعامل X في المقام ثم الثابتة. هذه المحددة إذا كانت موجبة قطعا فإن F تزايدية قطعا على كل من المجالين ناقص ما لا نهاية ناقص D على C مفتوح، وناقص ما ناقص D على C زائد ما لا نهاية مفتوح. إذا كان دلتا أصغر قطعا من صفر فإن F تناقصية قطعا على كل من المجالين ناقص D على C زائد ما لا نهاية وناقص ما لا نهاية ناقص D C، المجالين مفتوحين. الحالة ديال دلتا تساوي صفر مستحيلة نظرا لهذه الشروط اللي درناها. ثم تمرين، نعتبر الدالتين العدديتين F و G بحيث f دو x عبارة على دالة من الدرجة الثانية، ثم g دو x كما قلنا دالة متخاطة. المطلوب منا تحديد d دو f و d دو g، ثم تحديد طبيعة c f وعناصره المميزة، ثم تحديد طبيعة c g وعناصره المميزة. من بعد السؤال الثالث اعطي جدول تغيرات كل من f و g. رابعا حدد تقاطع c f ومحوري المعلم. رابعا ب حدد تقاطع سي جي ومحوري المعلم. خامسا نعتبر المستقيم دي ذو المعادله Y يساوي X ناقص واحد. الف حدد تقاطع سي اف والدي. ب انشئ سي اف والدي في نفس المعلم او اي جي. ثم جيم حدد مبيانيا المتراجحه اف لي اكس اصغر من او تساوي X ناقص Y. والسؤال الأخير أنشئ CF في معلم متعامد ممنظم. إذن الحل لدينا F دالة حدودية، إذن D دو F يساوي R، و G دو X دالة متخاطة حيث تعرفها هو R ناقص 2. بما أن F حدودية من الدرجة الثانية فإن CF عبارة عن شلجم، لدينا هنا A تساوي 2 و B تساوي ناقص 1، أي ناقص ب على جوج أ تساوي واحد على أربعة، ومنه عناصر المميزة الرأس S للإحداثيات واحد على أربعة ناقص تعود إلى ثمانية، ومحور تماثله المستقيم ذو المعادلة X
تساوي ناقص ب على جوج أ يعني واحد على أربعة. ثالثا جدول التغيرات ديال دالة F. لدينا أ، هنا أ يساوي اثنان يعني أ موجب، إذن F تزايدية على المجال ناقص ب على جوج أ زائد ما لا نهاية، وتناقصية على المجال ناقص ما لا نهاية ناقص ب على جوج أ. والصورة ديال ناقص ب على جوج أ التي تساوي هي ناقص 9 على 8. ثم هنا قلنا ج دالة متخاطة والدلتا قلنا يساوي هو 3 أكبر قطعا من صفر. إذن جدول تغيرات الدالة F هو من ناقص ما حتى الجوج، جوج ما دخلش في حيز التعريف، دالة تزايدية وتزايدية على المجال جوج زائد ما لا نهاية. رابعا ألف تقاطع CF ومحوري المعلم. لدينا F دو X تساوي صفر، يعني أن X يساوي واحد أو X يساوي ناقص واحد على جوج، لأن F دو X قلنا هي X تساوي اثنان ناقص جوج X ناقص واحد. تظهر بأن ناقص جوج X ناقص X ناقص واحد، إذا تبان بأن واحد جذر لهذه الحدودية، بما أننا لقينا الجذر فالجذر الثاني هو ناقص واحد على جوج، يعني ناقص سي ناقص سي عفوا سي على أ اللي هي ناقص واحد على جوج. إذا سي إف يقطع محور الأفاصير في النقطتين أ ذات الإحداثيات واحد صفر والنقطة ب ذات الإحداثيات ناقص واحد على جوج صفر. من جهة أخرى لدينا F ديال صفر تساوي ناقص واحد، إذن CF يقطع محور الآلة في النقطة سيدة الإحداثيات صفر ناقص واحد. أنا حسبنا صورة ديال صفر لأن صفر ينتمي إلى حيز التعريف. تقاطع CG ومحور المعلم، بما أن G ديال X تساوي صفر يعني أن X يساوي واحد على جوج، فإن CG يقطع محور الأفاصيل في النقطة ديدة الإحداثيات واحد على جوج صفر. من جهة أخرى لدينا صفر ينتمي إلى دي دو جي و جي ديال صفر هي واحد على جوج، إذن سي جي يقطع محور الأرتيب في النقطة ان ذات الإحداثيات واحد صفر. إذن فيما يخص خامسا ألف لنحدد تقاطع سي إف والمستقيم دي. تقاطع سي إف والمستقيم دي هو مجموعة النقاط التي أفاصلها حل للمعادلة إف لي إكس تساوي X ناقص واحد، لأن المعادلة الديكارتية للمستقيم دي هي Y تساوي X ناقص واحد، أي 2 X تساوي 2 ناقص X ناقص واحد تساوي X ناقص واحد، أي 2 X عاملة لـ X ناقص واحد تساوي صفر. نحول هذا الحد لنا، أي X جداء منعدم بما أن 2 تخالف الصفر، إذن X يساوي صفر أو X يساوي واحد، وبالتالي هذو هما الأصولين ديال نقطتي التقاطع. إذن CF يقطع D في النقطتين A ذات الإحداثيات صفر ناقص واحد وفي النقطة B فتحة ذات الإحداثيات A صفر، هذه النقطة أفتحة. فيما يخص الإنشاء ديال CF، إنشاء ديال CF قبل ما ننشئ CF، هنا B إنشاء دي و سي اف. اولا غادي نبداو بالمستقيم دي لان تنعرفوا من نقطتين مختلفتين يمر مستقيم واحد، هذه النقطه هذه تنتمي الى النقطتين ينتميان الى المستقيم دي. النقطه الاولى هي النقطه ذات الاحداثيات صفر ناقص واحد، هي هذه النقطه افتحه هنا نقدر نسميوها كاع هنا افتحه، وهنا النقطه بفتحه. إذن من نقطتين مختلفتين يمر مستقيم من واحد. من خلال التعبير ديال F لي X، عندنا F لي X عبارة على دالة حدودية من الدرجة الثانية، وشرنا بأنها عبارة على شلجم، بما أن A موجب إذن شلجم متجه نحو الأعلى، وعندنا محور التماثل هو ناقص ب على جوج A اللي هو عندنا في هذه الحالة هو واحد على أربعة، هذا هو محور التماثل. شلجم رأسه النقطة ذات الإحداثيات واحد على أربعة
ناقص 9 على 8 شفنا هادشي في العناصر المميزة. وبالتالي ممكن نبداو بالرأس وبهذه النقطة وبالتماثل المحوري نوجدوا الشكل أو الجزء آخر من المنحنى. فيما يخص جيم، لنا حلمي بيانيا المتراجحة f x أصغر من أو تساوي x ناقص 1. هذا يعني تحديد أفاصل نقط CF التي توجد تحت المستقيم D، يعني نقط CF التي توجد تحت المستقيم D. بعبارة أخرى نحدد النقاط بحيث اللون الأزرق أسفل من اللون الأحمر الذي مثلنا به المستقيم D، وبالمعاينة يتضح بأن هي المجال 0-1. إذن S 0-1 بما أن المتفاوتة عندنا هنا فيها أو تساوي يعني طرفي المجال داخلين أي 0-1. من بعد نمر إلى ها المطلوب فيها هو إنشاء سجي. سجي عندنا التعبير ديال جي دو إكس هو 2X ناقص 1 على X ناقص 2. إذن وشفنا العناصر المميزة لسجي، قلنا بأن السجي هو دلول مركزه هو النقطة أوميغا ذات الإحداثية جوج رسمه أولا ثم المركز هو في نفس الوقت هو تقاطع المقاربين. عندنا المقارب الأفقي المعادلة ديالته إيكغيك تساوي جوج، والمقارب العمودي المعادلة ديالته هو الآخر إكس تساوي جوج. إكس تساوي جوج. إذن ننشئ بما أنه مقارب، يعني أن سي أن المنحنى يقترب نحو هذا المستقيم، وأيضا يقترب نحو هذا المستقيم العمودي، لكن لا يقطعهما، وبالتماثل غادي نلقاو الشكل التتمة ديال المنحنى. إذن في هذه النقطة نتوقف وينتهي درس الدول العددية بشطريه. إلى اللقاء، نشكركم على انتباهكم وإلى اللقاء.